بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبي والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بجميع الحضور الكرام لليوم الأول من الدور الموسمي بعنوان نبات الزيت وتأثيراته الإيجابية على صحة الإنسان وتقصح ماله. هذه الدورة برئاسة الدكتور أول محمود عوف رجل تفريت وبإشراف أستاذ مستاذ دكتور سياف عبد الحسين مدير مركز تعليم مستمر. اليوم إن شاء الله هو اليوم الأول، غدا إن شاء الله في موعدنا تمام الساعة 9 مساء المحاضرة الثانية والأخيرة. يقدم هذه المحاضرة مشكورا كل من مدرس مساعد إيفان عبد الرحمن حمزة من كلية العلوم جامعة تفريت، ومن بعدها مدرس مساعد أبير المصطفى التدريسية في كلية العلوم أيضا من جامعة تفريت. فتتفضل أستاذ إيفان بتقديم ورقتها البحثية، مشكورة. تفضل أستاذ إيفان. والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم راح تكون محاضرتنا عن نبات الزنجبيل بالاشتراك مع زميلتي مدرس مساعد عبير أمين ومدرس مساعد سيد عبير سيد دعاء حسن، بالاشتراك مع الصيدلاني محمود أكرم. أول محور من محاضرتنا هي مقدمة عن نبات الزنجبيل. هذا النبات الطبي العشبي له استخدامات عديدة بحياتنا اليومية بالإضافة إلى فوائده الطبية. نبات الزنجبيل الزنجايبر، اللي هو نوع من النباتات العطرية المنتمية إلى العائلة الزنجبيلية زنجايبرايسي، يتوزع في المناطق الاستوائية، وهو من النباتات الطبية الشعبية التقليدية التي استخدمت لأكثر من 2000 سنة لعلاج العديد من الأمراض، كما يستخدم على نطاق واسع كتوابل طهي في جميع أنحاء العالم خاصة في الصين والهند. الصورة اللي موضحة أمامنا هي لنبات الزنجبيل، للنبات كامل متكون من الروت سيستم والشوت سيستم بما يشمله من مجموع جذري ومجموع خضري. نبذة عن هذا النبات، تاريخه أسمائه وتسمياته وأنواعه. نبذة تاريخية عن نبات الزنجبيل، اشتق اسم الزنجبيل من اللاتينية وتعني التشبيه بقرون الغزال، ثم أدخلت هذه الكلمة إلى اللغة الإنجليزية من اللاتينية زنجايبر مثل جنجفر. احتل الزنجبيل مكانة كبيرة حول العالم بوصفه أحد أكثر التوابل انتشاراً واستخداماً، وعلى أنه العلاج الشافي للنزلات البرد، وهو من نباتات المنطقة الحارة يكثر في بلاد الهند الشرقية والفلبين والصين وسريلانكا والمكسيك وباكستان وجامايكا واليابان وغرب أفريقيا وجزر الكاريبي. ويعتبر الزنجبيل الذي ينمو في جامايكا أفضل أنواع الأنواع. استخدمت الساق الترابية اللي هي الجذمور يعني الرايزومات لنبات الزنجبيل منذ القدم بوصفها علاجا رسميا شائعا في آسيا والهند، كما كان جزءا مهما من تقاليد العرب في استخدام النباتات. الأصل النباتي لهذا النبات، عرفت زراعة الزنجبيل في آسيا منذ آلاف السنوات، وتعتبر جنوب شرق آسيا الموطن الأصلي لهذا النبات. في القرن السادس عشر تم تصدير الزنجبيل بكميات كبيرة من جزر الأنتيل إلى إسبانيا، كما أنه دخل كل من جامايكا وجزر الكاريبي بفضل الأسبان. يتم إنتاج الزنجبيل في كل من الصين، ماليزيا والفيتنام. هسه راح نتطرق للوصف المورفولوجي للنبات. يعرف نبات الزنجبيل على أنه نبات طبي رايزومي أي زاحف معمر، يضم حوالي 70 نوع من النباتات العشبية العطرية، ينمو في المناطق الاستوائية أينما تكون الأمطار غزيرة، وهو يشبه نبات القصب حيث يصل ارتفاعه إلى أمتار. هذا شيء مختصر عن الوصف المورفولوجي مظهري لهذا النبات. راح نتطرق لأنواع الزنجبيل. الزنجبيل
يضم أنواع كثيرة، أهم وأشهر خمس أنواع راح نتكلم عنها بهاي المحاضرة. أول نوع عندنا اللي هو الكمون، غالبا ما يطلق عليه أيضا بالزنجبيل الصيني أو الهندي أو الأصفر، وهو النوع الأكثر شيوعا في العالم، يستخدم على نطاق واسع في المأكولات الآسيوية والهندية بأشكال مختلفة طازجة أو مطبوخ في شكل باودر وكتوابل عامة. يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع في الطب التقليدي وطب الأيروفيدا اللي هو الطب التقليدي المستخدم والمعتمد على الأعشاب في الصين والهند لعلاج عسر الهضم والغثيان وآلام العضلات. النوع الثاني يطلق عليه بالزنجبيل الصغير أو الياباني، نظرا لأن جذور هذا الزنجبيل الياباني تكون غير صالحة للأكل. يشير الزنجبيل الصغير غالبا إلى جذور بعض أصناف الزنجبيل الأصفر التي يتم حصادها جيدا قبل أن تصل إلى مرحلة النضج الكامل. نكهة الزنجبيل الصغير تختلف عن الأنواع الأخرى من الزنجبيل التي تكون أكثر اعتدالا ولاذعة أقل من الزنجبيل الشائع. غالبا ما يستخدم الزنجبيل الصغير في الأطباق النيئة لأن نكهته لا تصمد أمام الطهي بشكل جيد. يتم استخدامه في العديد من المأكولات الآسيوية ويحظى بشعبية خاصة في اليابان، حيث غالبا ما يتم تخليله أو تسويته. النوع الثالث عندنا من الزنجبيل اللي هو الجولينجول، يطلق عليه أيضا باسم الزنجبيل التايلندي أو الزنجبيل الاستوائي. يعتبر الجولينجول اسما شائعا للعديد من الأنواع في عائلة زنجبيليسي وأكثرها شيوعا اللي يشمل السبسبيشيز مارتل البينا جالانجل والبوسن بريجيا والروتندا. موطنه الأساسي في آسيا، ينمو نباته من 5 إلى 7 أقدام اعتمادا على الصنف المزروع. تتميز معظم نباتات الجالانجل بنكهة أكثر حلاوة وأقل نفاذا من الزنجبيل الشائع، وتستخدم على نطاق واسع في المأكولات الصينية وجنوب شرق آسيا وخاصة في إندونيسيا وتايلاند. يستخدم على نطاق واسع في صناعة عدد من الأدوية الشعبية الآسيوية المستخدمة في علاج الحمى وآلام العضلات وانتفاخ البطن والنقرس وآلام المعدة. طبعا أعتذر على تقليب الصفحات لأن النت كلش ضعيف، بس يعني الصورة واضحة إن شاء الله. هاي صورة النوع الثالث من أنواع الزنجبيل. النوع الرابع اللي هو تورمرك، يعتبر هذا أكثر الأنواع شيوعا وأكثرها استخداما. يعتبر الكركم من أقدم أنواع الزنجبيل الصالحة للأكل التي يزرعها الإنسان، ويعود تاريخه إلى أكثر من 5000 عام في إندونيسيا وجنوب الهند. يطلق عليه أحيانا اسم الزعفران الهندي، وينمو النبات عادة إلى حوالي 3 أقدام. عادة ما ينمو جذور الزنجبيل الصالحة للأكل إلى ما بين 3 و4 بوصات، ولو وجدتم برتقالي بني قامع يتحول إلى اللون الأصفر عند غليه وتجفيفه. يحتوي الكركم على نكهة خاصة، على نكهة الزنجبيل المعتدلة التي تشبه الجزر. يستخدم طازجا في طهي الكاري ويقلى أحيانا ويقدم كطبق جانبي. يؤخذ أحيانا كمكمل غذائي لخصائصه المضافة للأكسدة. كذلك يستخدم في الطب الهندي القديم والأيروفيدا كمضاد للالتهابات. النوع الخامس من أنواع الزنجبيل اللي هو نبات الزينة الأورنامنتال، يزرع الزنجبيل كنبات للزينة لزهوره الرائعة الشكل ورائحته الفواحة. هناك المئات من الأنواع المختلفة من زنجبيل الزينة التي تتم زراعتها في جميع أنحاء العالم. هاي أشهر وأكثر وأهم 5 أنواع طرقنا لها بهاي المحاضرة. استعمالات Um
منطقة بحر الصالون ملك الروم للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أهدى ملك الروم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرة زنجبيل، فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة، وذلك لما للزنجبيل من فوائد عظيمة، حيث كان يستعمل للمشاكل الهضمية في نزلات البرد كدواء للكبد. استخداماته واستعمالاته حديثا، أصبح الزنجبيل في الوقت الحاضر يستخدم بشكل شاسع في المستحضرات الصيدلانية تحت أشكال وجرعات مختلفة، على شكل كبسول أو مراهم، وكذلك بهدف تسهيل إدارة جميع العناصر النشطة الفعالة. عفوا. يستخدم الشكل الطازج للزنجبيل في صناعة المواد الغذائية والمخبوزات، خاصة في خبز الزنجبيل، البسكويت والمربى وخلطات التوابل، كما يعتبر عنصر مهم في خلطات الكاري والمخللات وغيرها. إلى هنا ينتهي المحور الأول من المحاضرة كمقدمة مختصرة عن نبات الزنجبيل. إن شاء الله الآن راح تكمل زميلتي المدرس مساعد عبير أمين المحور الثاني من المحاضرة. تفضل يا ست عبير. نعم، شكرا جزيلا لك ست إيفان، بارك الله بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية أشكر الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت، وأيضا الأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد الحسين مدير مركز التعليم المستمر، اللي أتاحوا لنا الفرصة لتقديم هذه الدورة العلمية. دورتنا اليوم بعنوان نبات الزنجبيل وفوائده وتأثيراته الإيجابية على صحة الإنسان وطرق استعماله. تكلمت لنا أستاذ إيفان عن نبات الزنجبيل اللي هو محور الأول لهذه المحاضرة. بالنسبة للمحور الثاني اللي هو تأثير الزنجبيل على الكلى، بداية للزنجبيل فوائد صحية عديدة. تتمثل فوائد الزنجبيل بكونه يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين، وأيضا يساهم في خفض مستويات السكر، وكذلك يساعد في الوقاية من السرطانات مثل سرطان الجلد، سرطان البروستات، وكذلك سرطان الرئة وسرطان القولون المستقيم. ويساهم الزنجبيل في علاج الصداع، فيستخدم الزنجبيل كمهدئ ومخفف للآلام، وأيضا له دور في علاج الصداع النصفي، كما يساعد في محاربة الالتهابات في الجسم، ويساهم الزنجبيل في علاج التهابات الجهاز التنفسي، فهو يساهم في تخفيف أعراض نزلات البرد وأمراض الشتاء، في علاج التهاب الحلق ووسع الكتلة الهوائية، ويخفف السعال وأيضا يطرد الورم. كذلك يساعد الزنجبيل في تحسين الصحة الجنسية، وأيضا وجد أن أحد فوائد الزنجبيل أنه يعزز الدورة الدموية، وكذلك يساعد في علاج التهابات وأمراض المفاصل، حيث وجد أن مضادات الأكسدة والمادة النشطة في الزنجبيل والمعروفة بالجنجرول جميعها تحارب الميكروبات المختلفة والالتهابات في الجسم. أيضا الزنجبيل يدعم الجهاز الهضمي بشكل عام، ويعالج لنا الاضطرابات المعوية، وأيضا يساعد على منع الغثيان والقيء وتعزيز عملية الهضم، وكذلك زيادة امتصاص المواد الغذائية، وذلك عن طريق تحفيز إفراز العصارات الهاضمة واللعاب وتليين حركة الأمعاء وتسهيلها، وكذلك علاج التلبكات المعوية. كذلك يقي الزنجبيل من قرحة المعدة، وذلك عن طريق زيادة المخاط المفرز فيها ووقاية جدارها الداخلي، وأيضا
علاج القولون العصبي، بالإضافة إلى فوائد الزنجبيل الجمالية، كما يمنع الزنجبيل الشعور بالغثيان أثناء الحمل. مما تجدر الإشارة إليه بأنه الحلول البيولوجية الأكثر خطورة تنتج عن طريق التعرض للمواد الضارة والسامة والمؤذية للجسم، يرتبط هذا إلى حد كبير بتراكمه في معظم الأنسجة البيولوجية المهمة مثل عندنا الكبد والرئتين، كذلك الكلى والقلب وأيضا العظام والأعضاء التناسلية، وكذلك الجلد، وينتج في النهاية العديد من السرية الكلوي والخلل الكبدي وأمراض العظام. طبعا اعتماد على الجرعة والمدة وطريقة التعرض لمسببات الأمراض والمواد الضارة. فعندنا العديد من الدراسات أكدت أنه الكلى والكبد البيولوجية الحساسة اللي تتأثر بسهولة بتحمل المواد المؤكسدة الناتجة من الجذور الحرة والخلايا، وكذلك اللي هو الخلايا موت الخلايا المبرمج. طبعا بالسابق ركزت بعض الاعمال البحثيه على استخدام المعادن مثل الزنك، النحاس، عندنا الجرمانيوم، السيلانيوم كمضادات للاكسده للحمايه من سميه الجذور الحره، لكن مع ذلك انه استخدام هاي المعادن بجرعات عاليه قد يكون له اثار بيولوجيه خطيره. ففي السنوات الأخيرة تم إجراء أبحاث مكثفة طبعاً على مستوى الدول على نباتات لإنتاج مصادر جديدة لعلاجات مضادة للأكسدة بديلة وآمنة، يعني على الحد الأدنى من الآثار الجانبية ضد العديد من الأمراض. وتم استخدام العديد من المستخلصات العشبية ذات الأصل الطبيعي مثل عندنا الشاي الأخضر، الكركم، الكمون كعوامل وقائية ضد سمية الجذور الحرة المتكونة يعني نتيجة التعرض لهذه الملوثات. فعندنا هنا احنا نتكلم عن الزنجبيل، ايضا هو احد اهم المستخلصات العشبية اللي اثبتت فعاليتها ضد العديد من الامراض في اعضاء الجسم ومنها الكلى. بالنسبة للمحور الثاني لهذه الدورة اللي هو يتكلم عن تأثير الزنجبيل على الكلى، هنا راح نذكر انه الفوائد الصحية للزنجبيل على الكلى، the health benefit of ginger for kidneys. هنا عندنا بالنسبة للزنجبيل يعد هذا المادة الطبيعية أو هو الزنجبيل فعال بتطهير الكلى ويساهم أيضا بطرد السموم والمواد الضارة، كذلك يعني هذه المواد الضارة والسموم يحاول انه يطهرها من الكلى، حيث ان يعني العديد من الابحاث تشير الى اهميه الزنجبيل وتوصي باضافته الى النظام الغذائي طبعا بكميات معتدله بسبب فوائده العديده للكلى. تتمثل هذه الفوائد الزنجبيل للكلى بامتلاكه العديد من الخصائص، من هذه الخصائص انتي انفلاميتوري بروبرتيز اللي هي الخصائص المضاده للالتهابات، يمكن ان يؤدي التهاب مزمن زنجبيل المضاد للالتهابات. وأيضا هذه الصورة الأخرى اللي بعدها تكون هنا عرضنا الجرذان للإشعاع وصار إجهاد تأكسد داخل دم هذه الحيوانات، فلاحظ أنه بزيادة نسبة الجذور الحرة صارت أمراض، عانت من أمراض، وأخذنا مقاطع نسيجية للكلى. نلاحظ هنا الكويبات يعني صاير بها تحطم للكويبات، وأيضا بالنسبة للارتشاح الخلايا اللمفاوية هذه وجود ارتشاح بالخلايا اللمفاوية، أيضا نلاحظ هنا وجود نزف صاير هيموليسز وعندنا نزف ووجود ذكريات دم حمراء، هذه طبعا صفة غير طبيعية لما نلاحظها بالمقطع النسيجي. وأيضا تلاحظون هنا تحطم بالنبيبات البولية للكلى، هذه أيضا صورة
كلى الجرذ ايضا عند تعرضه للاشعه فوق البنفسجيه نلاحظ حدوث النزف. هذه الصور نلاحظ هنا الجرذان بعد ما عرضناها للاشعاع، طبعا مجموعه اخرى عرضناها للاشعاع لكن عاملناها جرعناها بالمستخلص الزنجبيل، ونلاحظ انه الزنجبيل كان له القدره على التقليل من السايد افكت او التاثيرات الجانبيه اللي احدثتها يعني نتيجه التعرض للاشعه فوق البنفسجيه وايضا الاكس راي. فنلاحظ انه شكل الكبيبه تقريبا من التأثيرات الجانبية نتيجة التعرض لأي نوع من الملوثات، وأيضا يقلل الالتهابات ويكون له فوائد جدا عديدة. بالنسبة للجينجر دوزج جرعة الزنجبيل، طبعا هو عالميا أساسا يعني منظمة الصحة العالمية صرحت أنه تقريبا من 100 إلى 200 ميلي جرام بير 1 كيلو، يعني لكل كيلوغرام أنه هذا يكون هذه الكمية تكون آمنة بالتناول الزنجبيل. فهنا عندنا how to use ginger، شلون إني نستخدم الزنجبيل. طبعاً أني هو أفضل طريقة اللي ننصح بها دائماً إنه يكون عن طريق شرب شاي الزنجبيل، لكن هو بشكل عام يعني ممكن يتناول إنه جذور الزنجبيل طازجة أو نقع الزنجبيل أو غلي الجذور أو شرب المغلي منه أو تناول عصير جذور الزنجبيل، وممكن استخدامه كنوع من التوابل وأيضا إضافة يعني نضيف على الطبخات المختلفة، وممكن استخدام مسحوق الزنجبيل كذلك ممكن استخدام زيت الزنجبيل. فإحنا عادة أنتوا بالبيت تقدرون مثلاً بنص كوب أو كوب مي مغلي تضيفون نص خاشوقة شاي من مسحوق الزنجبيل، وطبعاً من يعني من 1 إلى 3 جرعات باليوم عادي يكون كلش آمن. فممكن صبح وعصر وبالليل إنه نشرب شاي زنجبيل يكون يعني كلش جيد، وممكن يقلل الالتهابات خصوصا احنا مقبلين على الشتاء يفيدنا. ايضا ممكن يعني كوقاية من حتى مثلا انا اقول لهم اذا واحد يريد يروح ياخذ اشعة، تعرفون هاي الاكس راي هي مواد تكون أشعاعات ضارة على جسم الإنسان، ممكن أن تشربون زنجبيل وتروحون تشعرون عادي يكون كسايد إفكت أقل وغير مضر إن شاء الله. طبعاً لهنا أنا خلصت محاضرتي اليوم اللي هو المحور الثاني، أتمنى استفاديته من محاضرتنا اليوم، وشكراً جزيلاً لحسن الاستماع. شكراً جزيلاً لكم. نزال مشاركين الكرام لديكم أسئلة بخصوص محاضرة اليوم؟ أستاذ إيبان، أستاذ عبير، ننتظر المشاركين 10 دقائق أرجو يعني متابعة الشات للإجابة التي وردت. اي نعم بارك الله فيك استاذ. هذا إيفان، هناك أسئلة في الشات أرجو الإجابة. بشكل عام لازم يكون أي نوع عشبة
طبعا لازم يستشير الطبيب بها، لانه قبل ما اجاوب على السؤال بالنسبه للمراه الحامل، طبعا بالنسبه للزنجبيل مثل ما ذكرنا احنا فوائده، ويحتوي على العديد من المواد الفعاله، فمثلا عندنا انه يقلل نسبه التجلط بالدم، يخفض عندنا الدم، بالاضافه الى انه ممكن يعني بفوائد جدا عديده. فمثلا هذا المريض عندنا شخص يشرب مثلا دواء، هو يعاني دائما من جلطات ويشرب دواء يموع الدم، فاحنا اذا شربنا الدواء وشربنا الزنجبيل وياه راح يكون التاثير مضاعف، وبالتالي راح يصير عنده سيوله بالدم جدا عاليه، وممكن يصير عنده نزف داخلي. فيا اما يترك الدواء حسب استشارة الطبيب طبعا ويستمر على الزنجبيل، يا إما يترك الزنجبيل ويستمر على الدواء، هذه لازم الطبيب يحددها. بالنسبة للمرأة الحامل، طبعا المرأة الحامل تكون دائما هي حالتها حرجة تقريبا مثل ما نقول، وقبلها احنا مثل ما ذكر يعني كانت عندنا محاضرة وياكم عن سموم الحمل، انه المرأة بهذه المرحلة تكون لازم تنتبه ولازم ما تتناول اي شيء فقط باستشارة الطبيبة. لكن مثل ما ذكرت، إذا الكميات مناسبة وقليلة تقريبا مثلا نقول فت كوب واحد تقريبا 200 ملي جرام بير لكل واحد غرام، لكل كيلو غرام من الوزن، فتكون كافية كلش مناسبة ومضر بصراحة. حتى أيضا أصلا حتى هواية يعتمدون إنه مثل ما تعرفون إنه تعاني من الدوخة أو نسميها لعبان نفس دائما بالنسبة للمرأة الحامل، فهو هواية الأطباء يوصفون الزنجبيل كأنه حتى هذه الدوار واللي يصيب والغثيان المرأة الحامل طبعا تتخلص منها، وعن تجربة هواية وما يأثر إن شاء الله، لكن تستشير الطبيبة وكمية جدا قليلة في حالة إنه إذا حبت تتناولها، وإن شاء الله ماكو ضرر. أكو سؤال أيضا يسألون، يقولون هل يفقد الزنجبيل من خواصه عند تجفيفه وتحويله إلى مسحوق؟ طبعا كل نبات عند تجفيفه راح يفقد بعض العناصر، بالنسبة للزنجبيل المجفف راح يفقد جزء من الزيوت الطيارة، ولهذا فإن الزنجبيل الطازج طبعا يكون أفضل بالفوائد والعناصر اللي يمتلكها الطيارة. اي طبعا بالنسبة للزنجبيل ممكن انه مثلا فريش، هو يكون طري، او هو نقول عليه فريش يعني ياخذوا من البقالة ويبرشوه ويخلوه بماء مغلي، ايضا فوائد. لكن احنا انا حسب دراستي يعني اخذت انا زنجبيل بودرة يعني مجفف، فايضا كانت فعاليته حقيقة يعني جدا فعال، ولكن كزيوت طيارة وهذه الأمور فعلا ممكن يفقدها نتيجة التجفيف. فإذا يعني رايدين تأثير أكثر وبشكل طازج عادي يبرشوه اللي هو الطازج ويضاف على ماء مغلي. طبعا يعني مثل ما ذكرنا فوائد عديدة للزنجبيل، لكن بالنسبة للي عندهم مرارة واللي عندهم حصوات مرارة أو أي مشكلة بالمرارة، حقيقة ضروري إنه ما يتقربون من الزنجبيل. إحنا مثل ما نعرف إنه الزنجبيل يساهم بإنه يعني يزيد عملية الهضم ويهضم من الطعام بشكل جيد، وأيضا إنه يقلل لنا من مستويات الدهون الموجودة بالجسم، فهذا بدوره هو أساسا وين يأثر على الصفراء أو على المرارة وإفرازاتها. لكن في حال إنه بيها خلل أو بيها حصواتها، إذن المريض راح المرارة ما راح تتنشط وتصير حركة بالمرارة، وبالتالي راح يتأذى. فإحنا يعني بالنسبة للي عنده مرارة يبتعد عن الزنجبيل، هذا أكثر شيء يذكر. ومثل ما قلنا بالنسبة للمرأة الحامل تكون شوية تتحذر من استخدامه، وخصوصا لازم استشارة الطبيبة.
طبعا بالنسبة للإجهاض، هنا ذاكرين المرأة الحامل في حال تتعرض للإجهاد نتيجة تناول الزنجبيل في حال تناول كميات جدا عالية، فإحنا مستحيل، يعني إحنا قلنا نص خاشقة شاي، كوب مغلي ماء، وتسويه على 3 وجبات، هذه كلش كافي وما يضر إن شاء الله. سؤال، هل الزنجبيل يساعد على نزول الدورة الشهرية متأخر؟ طبعا الزنجبيل إذا حتى لو نستخدمه إحنا بنزلات البرد، يعني نستخدمه ويا القرفة أو الدارسين اللي مثل ما يسمى، فأيضا ممكن إنه يزيد أو يسرع من وقت نزول الدورة الشهرية، لأنه ينشط، هو منشط، ينشط الدورة الدموية بكل الأعضاء، فعرفت الفكرة؟ لكن يعني هي بوقتها، مو إنه مو بوقتها ويسوي لنا سايد افكت، لا، بس بوقتها يعني يزيد كم يوم، يعني بسرعة ينزل. طبعا اكو سؤال، استخدام العرق يوميا يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، بالنسبه لعلاقه الزنجبيل وضغط الدم ان شاء الله راح يكون بكره راح تقدم لنا اياه الست المدرس المساعد دعاء حسن عبد الوهاب، راح تتكلم عن الزنجبيل. فهنا متطرق السؤال انه على العرق، احنا دائما نفضل انه على العرق ما نتناول اشياء تكون يعني قوية، مثلا أكو مثلا يريدون لتخفيف الوزن، مثلا عندنا خل التفاح يشربون على الريق، أو مثلا حتى لو الزنجبيل، أنتم تعرفون الزنجبيل هو طعمه لاذع، فإذا أنت من الصبح ومعدتك فارغة وتتناوله يعني ممكن يسبب تهيج، فإحنا ما نفضل إنه تكون على معدة فارغة، لا، بالبداية أول ما أبدي بمي وبعدين اتريق ووراها اشرب الزنجبيل مثل الشاي، يعني حتى الشاي، احنا الشاي هذا الاسود دائما نشربه عادي، فاني ما افضل انه يكون عريق حقيقة. ما أعرف منو دكتورة عبيدة، شكرا جزيلا لك، ولقينا هذه طبعا النتائج الرائعة حقيقة بإشراف الدكتور الرائع الدكتور زيد محمد مبارك وأيضا الدكتورة منى، فهذه النتائج اللي أجريناها اللي حصلنا عليها كانت حقيقة جدا جميلة وبذاك الوقت يعني تقريبا، لكن هسه بالوقت تحديث أبحاث من بريطانيا وأيضا أمريكا إن النتائج مثل اللي احنا حصلناها، لكن هم 2005 2014 الأبحاث اللي أجروها، احنا قبلهم من 2012 2013 فكرة الدكتور زيد، وحصلنا نتائج بصراحة جميلة جدا، وقسنا عدد من المؤشرات بالدم، وأيضا قمنا بعمل مقاطع نسيجية للكبد وأيضا الكلى، لكن لأنه موضوعنا اليوم عن الكلى فطرقت عنه. بعد إذا أكو أسئلة أخرى، طبعا هنا كاتبين دكتورة، هل من الجيد شرب الزر صباح؟ طبعا افضل خلطه واني دائما اسويها من اجريت البحث لحد الان والبيت كله تقريبا يشربه، دائما انصح يعني بشرب الزنجبيل ويا ليمون،
وبالإضافة إلى التحلية بالعسل، هذه أفضل الوصفة أنت تشربها. فاللي نسويه مي مغلي أشوقة شاي زنجبيل، ليمة شوية يبرد وراها أحط الليمون، لأنه حتى فوائد الليمون ما تتلف بالحرارة اللي موجودة، لكن الحرارة ويا الزنجبيل، يعني حرارة الماء مع الزنجبيل بالعكس راح تخلي إنه المكونات الزنجبيل كلها تنطلق بالماء. شوية ليمون وياه وحليه بالعسل، خصوصا احنا مثل ما قلت مقبلين على اجواء باردة وشتاء، وهذه راح يفيد بعلاج خصوصا التهاب البلاعين اللي دائما نعاني منها، يعني عسر الهضم، امراض يعني الم المعدة، هذه كلش مفيد هذا الموضوع. ايضا ذاكرين سائلين عن الزنجبيل على ضغط الدم، بكرة ان شاء الله راح تتكلم الست دعاء عن هذا الموضوع، طبعا كلش كلش مهم. أنا خلال الدراسة أيضا يعني أجريت عديد من المؤشرات الحيوية بالدم، فمن ضمنها الكوليسترول، الترايجليسرايد، كامل، فشفنا إنه نسبة الدهون جدا قلت، وخصوصا الدهون الضارة بالدم نتيجة إعطاء جرعات من الزنجبيل. إحنا سائلين هل بالإمكان إضافة الزنجبيل إلى القرفة أو الدارسين؟ أنا جاوبت هذا السؤال أفضل شيء أيضا، بالعكس كلش زين، لكن مثل ما ذكرت الكميات تكون متساوية، كمية الزنجبيل ويا القرفة متساوية، ونضيفها بماء مغلي جدا جدا زين، خصوصا لنزلات البرد، ويا هالليمون بعد تصير كل زين. الزنجبيل هل يضيف أشخاص عندهم المرارة؟ اللي عندهم مرارة قلنا لا، فقط اللي عنده مرارة يحاول يبتعد عن تناول الزنجبيل. أعيد وأكرر، اللي عنده فقط اللي عنده خلل بالمرارة يحاول يبتعد عن الزنجبيل، لأنه مثل ما قلنا إنه هو الزنجبيل ينشط عمل المرارة، وخصوصا إذا المرارة بيها حصوات فراح تسبب ألم للمريض. فقط حتى ذاكرين عالميا إنه التأثير اللي نقول عليه السلبي بشكل قليل، فقط اللي يعانون من المرارة يحاولون يبتعدون عن تناول الزنجبيل فقط، إلا البقية لا كل زين. دكتورة دعاء فلاح رزاق من جامعة الكوفة، كانت تقول هي نفس تخصص التواصل، تواصلوا ويا التعليم المستمر، وأهلا وسهلا بيك، وإن شاء الله أقدر أقدم لك أي شيء تحتاج إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك. إحنا قلنا إنه هل يأثر على حموضة المعدة؟ طبعا حموضة المعدة، وممكن اللي عندهم قرحات معدة أو يقي من القرحات المعدية عن طريق زيادة إفراز مخاط المعدة، فيكون جيد. وأيضا اللي عندهم هذه جرثومة المعدة وغيرها أيضا ممكن يفيدهم. وبشكل عام انتي بكتيريال، انتي ماي، يعني مضاد بكتيري، مضاد فطري، مضاد طفيلي ايضا. بالنسبة لتحويل الزنجبيل إلى نانو لمحاربة خلايا السرطان، طبعا هذا موضوع احنا نتحدث بي أنا وزميل أيضا، ممكن انه نقدم دورة هذا يعني، وخصوصا بعلاج السرطان إن شاء الله على المحاضرات القادمة بإذن الله.
أعزائي المشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة أخرى قبل إنهاء المحاضرة؟